الجوزاء، الجوزاء دايما متردد او بيفكر وبيشغل دماغه كتير، او دايما بيتصرف تصرفات بتدينه، ردوده ساعات ما بيبقاش مفكر فيها كويس، او التردد في ان هو او لا في نفس الوقت دوت بيخليه بيتفهم غلط، او ما بيعرفش يوصل المعلومة غير للناس اللي فاهمها بس. الفترة دي بقول له خلي بالك شوية من ردودك او من افعالك او من تعاملاتك مع الناس اللي حواليك، لان زي في مكيدة، في حد بيرتب له حاجة، او في حد قاعد بيرتب له مركز حاجة له. مركز له واقف له على الوحدة، او عايز يمسك غلط عليه. فيخلي باله من ردود افعاله او من كلامه مع الناس اللي حواليه الفترة دي. نيجي لبرج السرطان، احنا لسه كنا بنقول على السرطان. الفترة دي ابتدت، احنا العشرية الاخيرة، فابتدت الدنيا عنده تظبط، بقت حلوة. يفكر بالتفكير الجديد اللي هو فكر فيه مؤخرا. عاطفيا البنات عندهم ارتباط هيحصل حلو. كده كده بنت السرطان ما بيتخافش عليها، هو دايما بيتخاف على ولد السرطان اكتر. هو رجالة السرطان بيبقوا دراما شوية صح؟ البنات اللي دراما اكتر، بس البنت بتجري في احداثها ما بتقفش عند حاجة، ممكن تقعد تعيط او دراما كتير وهي بتجري، لكن الولد بيقعد وعايز ناس تقعد، بيقعد يعني الدراما نقعد في بقى الموضوع، حبه بقى يقعد نعيط. حبه بقى، وعايز ناس حواليه تتعاطف معاه وتبقى في صفه حتى لو هو غلط. اوكي.